ما دام الفكر هذا نقولوا في عده اخرى في اليوم على وجه الخصوص كاين 3160 سكن ستقسم اولا على سكان مدينه الخروب وعين سمارة ومدينه قسنطينه، وان شاء الله في الاشهر القليله القادمه سننتقل الى بلديات اخرى. هذا المجهود سيتواصل لا محاله خلال الاشهر القادمه ان شاء الله بتوزيع أكثر من 4000 سكن أخرى